مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأ التسابق لتنظيم فعاليات خيرية تطوعية يسهم بها الشباب في تقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إلى ذلك خلال الشهر الفضيل كما هي العادة في كل عام. ومن هذا المنطلق أطلقت جامعة بنغازي فرع الأبيار مبادرة رمضانية لمساعدة ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة مع التقيد بالتدابير الوقائية. المبادرة انطلقت بدعوة طلابية من قسم علم الاجتماع لعقد اجتماع تأسيسي وإشهار للمبادرة، تمت فيه دعوة كل طلاب الجامعة من أجل الانضمام إلى المبادرة والتشاور والاتفاق في طبيعة الأعمال التي ينوون تنظيمها خلال الشهر رمضان. العائلات التي تم ترشيحها هي العائلات اللي دخلها محدود يعني، والعائلات خاصة بالدرجة المؤجرة، وبعض العائلات النازحة، وبعض العائلات اللي دخلها محدود يعني بصفة عامة. وطبعا السلة راح تكون يعني شاملة من السلع ومن المواد الغذائية، ممكن مواد التنظيف وبعض الملابس للأطفال. بالتعاون مع تنسيق من الهيئة العامة للأوقاف قسم الزكاة في الأبيار، أن إمام المسجد هو أكثر دراية بأحوال الناس اللي هم قريبين، يعطي قائمة أن راه فيه فلان وفلان وفلان نحتاج، ديروا حسابه حاولوا. المشاركون في ذلك اللقاء التأسيسي تمثلوا بأعضاء من أوقاف بلدية الأبيار والمهتمين بالعمل التطوعي إلى جانب أعضاء هيئة التدريس، حيث تم التنسيق فيما بينهم وتوزيع العمل التطوعي على أكثر من جهة تحت مظلة مؤسسية تنظيمية حتى يسهل عليهم ذلك العمل التطوعي ويأخذ طابعا نظاميا وغير عشوائي. تعرفون ان وضع المعيشي صعب ورواتب لين فتره ما فيش يعني، كل شيء بالعين نشوفه فيني في ليبيا كلها مش في مدينه ابيار يعني خاصه، لكن احنا درنا الندوه هذه وكلمنا الجهات الاعلاميه اللي ما قصرتش الحق باش ننطلقوا حتى من مدينه ابيار حتى المدن الاخرى. المبادرة تهدف إلى نشر رسالة تطوعية تتمثل في تعزيز ثقافة مساعدة الآخرين في أوساط المجتمع، وبث روح التعاون والإيجابية لدى الشباب المتطوع، ورفع مستوى الوعي بالعمل التطوعي كمسؤولية مجتمعية.